الفيديو ده لقيته منتشر على السوشيال ميديا، وهو بعنوان الآثار المصرية في الشارع مرمية مدينة قوس المفقودة، وده موجود في الصعيد مصر في قينا تحديدا، شارع اسمه شارع الجمهورية أو زي ما بيطلقوا عليه شارع الكنيسة. الأول بس خلينا أفهمك وأعرفك إن الأحجار اللي قدامك دي هي معبد غير مكتمل من العصر البطلمي، هي آثار مصرية، آثار مصرية ما ينفعش تترمي كده في الشارع، ما ينفعش كده تترمي في الشارع. طب لو جينا احنا او غيرنا ناشد الدولة بان هي تحافظ على الاثار دي، هتطلع الناس تقول لك انتوا عايزين تاخدوا البيوت، وان مع انها ملهاش علاقة بالبيوت، ولو سيبناها زي ما هي كده الناس تقول لك الاثار المصرية في الشارع مرمية واهمال والكلام ده. اولا الاحجار دي لما موجودة في دولة تانية كانت اتعملت لها دولة داخل الدولة، بس على الدولة او الوزارة إن هي تحاول أن تحافظ على الموضوع ده أو تحله بشكل آخر غير الشكل اللي احنا شايفينه ده، بشكل يليق بالحضارة المصرية والآثار المصرية. نرجو من الدولة والوزارة الاهتمام بالموضوع ده. أنا أحمد سفاري ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول.